ربنا يرحمها يا رب ويرزقها الفردوس الاعلى ودعواتكم ليها يا رب. مدام رجاء السلام عليكم ورحمة الله. أخذت حب الناس النهارده بقى لها فوق ال 30 سنة الحمد لله بعيدة، ومع هذا الناس بتحبها والناس بتدعي لها، وحجم التفاعل اللي احنا حسينا بيه في الفترة اللي فاتت واللي هي حست بيه كان أمر جيد جدا طبعا.